هل الاغتسال ليوم الجمعة واجب؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". ثلاث حق على كل مسلم فما هم؟ الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. ما هو اللغو في خطبة الجمعة؟ هل صلاته لتلك الجمعة صحيحة أم يجب عليه إعادة صلاة الظهر؟ فمن نبه غيره ليترك لغوا أثناء الخطبة فقد لغى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت متفق عليه واللفظ للبخاري وهذا اللغو لا يترتب عليه بطلان صلاة الجمعة بل هو سبب لنقصان ثوابها. ما هما السورتان التي حرص النبي على قراءتها في صلاة فجر الجمعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. هل يجب على المرأة الاغتسال يوم الجمعة؟ ليس على النساء الغسل يوم الجمعة، الغسل على من راح إلى الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة فليغتسل، أما هن فالسنة لهن الصلاة في البيوت، وليس عليهن غسل، وإنما هو على الرجال والله أعلم. كيف تقضي المرأة يوم الجمعة؟ المرأة الأفضل في صلاتها في بيتها حتى في مكة، والمدينة الأفضل أن تصلي في بيتها وفي يوم الجمعة إذا كان الإمام لا يدخل إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، فإن المرأة تصلي الظهر بمجرد ما تسمع النداء، وأما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال فلتنتظر حتى تزول الشمس، لأن صلاة الظهر لا تصح قبل الزوال بأي حال من الأحوال. هل تصلي المرأة الظهر يوم الجمعة؟ الواجب على المرأة أن تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الزوال كسائر الأيام. هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليل؟ الجواب لا، إذا كان قبل الفجر لا، يغتسل يوم الجمعة، إذا اغتسل من الجنابة في الليل قبل الفجر ما يكفي، يستحب له الغسل الجمعة بعد الأذان عند ذهابه إلى الجمعة. ما هو الفرق بين غسل الجنابة والجمعة؟ الفرق بين غسل الجنابه وغسل الجمعه يكمن في الاسباب والاحكام الشرعيه لكل منهما غسل الجنابه واجب على المسلم بعد الجماع او الاحتلام وهو طهاره لرفع الحدث الاكبر اما غسل الجمعه فهو مستحب ليوم الجمعه او صلاه الجمعه وقد اختلف العلماء في حكمه بين الوجوب والاستحباب كما أن الغسل لا يكرر، فإذا اغتسل الشخص من الجنابة يوم الجمعة فلا يحتاج إلى غسل آخر للجمعة، لأن الطهارة لا تكرر دون حاجة، وبالتالي يكفي غسل واحد يجمع بين نية رفع الحدث الأكبر والاستعداد ليوم الجمعة، والله أعلم.